بعد شماعة الدعم الغربي، النظام الإيراني يستخدم مزاعم تسليح التظاهرات لتبرير القمع. مرحلة فيها من التحديات الشيء الكثير، لكن الهمة والعزيمة وهذا. رئيس الوزراء العراقي ينهي تكليف رئيس هيئة استثمار بغداد ويحيله لهيئة النزاهة الاتحادية. هيومن رايتس ووتش تتهم تركيا بالوقوف وراء تفاقم أزمة مياه تسببت في انتشار الكوليرا في سوريا ولبنان. أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج 19، تمتد على مدى ساعتين نناقش فيها أهم أحداث اليوم، والبداية من إيران، حيث تتواصل الاحتجاجات الغاضبة ضد النظام الإيراني لأكثر من 50 يوما على التوالي. واليوم خرج طلاب جامعات إيرانية إلى الشوارع ورددوا هتافات ضد النظام الإيراني مطالبين بالحرية. تزامن ذلك مع إصدار قرابة 600 أستاذ جامعي ومعهد بحثي في إيران بيانا يطالب بإلغاء جميع الأحكام التي تنتهك الحقوق المدنية بحق الطلاب. وطالب البيان أيضا النظام الإيراني بالحرية غير المشروطة للمعتقلين والأمن النفسي والأكاديمي للطلاب، بالإضافة إلى إلغاء التعليق الدراسة وإلغاء الاستدعاء إلى اللجان التأديبية وأخذ التعهدات من الطلاب وتهديدهم وذويهم. وبحسب المصادر فإن عددا كبيرا من الطلاب التابعين لوزارتي العلوم والبحوث والتكنولوجيا والصحة تعرضوا لعقوبات مثل الاعتقال وتعليق الدراسة وحظر دخول الجامعات والمنامات. أعداء الله مثيروا الشغب وحتى الأوباش، أي سفلة الناس، هكذا يسمي النظام الإيراني شعبه المحتج ضد الحكم السائد في البلاد الذي لا يطالب سوى بأدنى حقوقه، الحرية والحياة وحقوق المرأة. صفات ينعت بها خامنئي المتظاهرين ويرتكز عليها في شيطنة المحتجين الذين هم في أغلبهم من النساء والطلاب، وذلك طبعا لتبرير الاعتداء عليهم وحتى قتلهم بالرصاص الحي. ومن يتابع تصريحات المسؤولين الإيرانيين يرى تخبطا واضحا في الآراء والمواقف، فتارة يتهم النظام واشنطن بدعم الاحتجاجات، وتارة يتذرع بتسلح المتظاهرين لتبرير استراتيجية القمع المتصاعدة ضدهم من إخفاء وتعذيب وقتل على مبدأ تطبيق عدالة العين بالعين.
بحق الفوضويين وفق ما ناشد به النواب الإيرانيون أمس السلطة القضائية. وفي الأيام القليلة الماضية تغيرت الفبركة الإيرانية وتوالت بيانات النظام الأمنية حول مصادرة أسلحة زاعمين توجهها إلى المحتجين. فاليوم أعلن الأمن الإيراني ضبط 500 قطعة سلاح حربية في كرمانشاه غرب البلاد متهما المتظاهرين باستخدامها، كما زعم الحرس الثوري في محافظة أذربيجان ضبط كمية من الأسلحة والذخائر كانت متوجهة للمحتجين. بل ذهب النظام إلى أبعد من ذلك ليزعم أمس تفكيك خلية لتنفيذ اغتيالات في خوزستان مدعومة من دول أوروبية، غير أن ما يجب التوقف عنده فعليا هو لجوء البرلمان الإيراني في يونيو الماضي، أي قبل 3 أشهر من اندلاع الانتفاضة، إلى إطفاء الشرعية على استخدام الأمن للأسلحة في قمع الاحتجاجات، وبرروا حينها تعديل القانون حمل السلاح في إطار التحسب لاندلاع أعمال عنف مستقبلية. من هنا يطرح السؤال الآتي: هل مشروع القانون الجديد كان مقدمة لقتل مهسا أميني؟ وما هدف النظام من تعديل القانون لزيادة صلاحيات قوات الأمن بالزي العسكري والمدني في استخدام السلاح، إن كان هذا النظام يؤمن لشعبه الرفاهية والرخاء؟ على ما يبدو فإن النظام الإيراني قد حصن نفسه جيدا قبل اندلاع شرارة الاحتجاجات ب3 أشهر، مستفيدا من التجارب السابقة، حيث أنه وقف وفق مشروع القانون الجديد إذا ارتكب الضباط المسلحين جريمة في ظروف معينة فلن تتم معاقبتهم بناء على قانون العقوبات. من أوتاوا تنضم إلينا الصحفية الإيرانية رقية رضائي. أهلا بك سيدة رقية إلى 19. أبدأ معك بهذه النقطة التي اعتبرت مثيرة للجدل، وهي قضية تعديل القانون الذي يسمح بالضباط ورجال الأمن بأن يتخطوا بعض الصلاحيات في ظروف معينة كأن يستخدموا العنف أو حتى القتل. تم تعديل ذلك قبل الاحتجاجات ب3 أشهر، على ما يدل ذلك؟ شكرا على استضافتي على برنامجكم. أعتقد أن الحكومة كانت تتنبأ وقبل اندلاع هذه الاحتجاجات في إيران بأن مظاهرات عارمة سوف تحدث في البلاد وفي كافة أرجائه، ولهذا السبب قامت بتعديل القانون. لكن اليوم وما في ظل ما يحدث، لم يعد مسألة طغيان يمكن أن يبرر بأي قانون، بل هذه قوانين الجمهورية الإسلامية، وهي كلها بطبيعتها غير قانونية وغير مشروعة. فاستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين مسألة غير مقبولة. ما فعله النظام من خلال تعديل هذه القوانين هو بطبيعة الحال قد يكون مصدر قلق بالنسبة للناشطين في مجال حقوق الإنسان. لكن بالنسبة لكثر من هؤلاء الأخيرين، فإنهم يرون ما يحدث في إيران هو مسألة غير قانونية،
ويجب أن يصب التركيز بطريقة ما حول ما يحدث من حيث عمليات القمع وقتل الناس الأبرياء والنساء الشابات في الشوارع اللواتي يتظاهرن بصورة سلمية ويمارسن حقوقهن القانونية في الشوارع الإيرانية ويطالبون بالحرية. أيضا اللافت اليوم بأن النظام الإيراني هو دائما يعمد إلى شيطنة المحتجين. في السابق يعني يقول بأنهم مدعومون من دول غربية على رأسها الولايات المتحدة، اليوم يتحدث عن مصادرة أسلحة كانت متوجهة إلى المحتجين. هذه مقدمة لماذا برأيك؟ إن شيطنة المتظاهرين وتجريدهم من حقوقهم الإنسانية كانت مسألة عكف النظام على ممارستها من أجل قمع المتظاهرين وكافة الخصوم. في يوم الأمس أكثر من 27 نائبا في البرلمان كانوا قد طلبوا بإجراء تعديلات على طريقة التعامل المخربين في الشوارع الإيرانية، وهذا الأمر منصوص عليه في قوانين الجمهورية الإسلامية، ورئيس النظام القضائي قال بأنه سوف يفعل ذلك، فعليه فإنهم سوف يقومون باتهام 7 أشخاص، وأحدهم أحد مطربين الهيب هوب في كرمنشاه، وهؤلاء قد تم اتهامهم بأنهم يحملون أسلحة في هذه المظاهرات ضد قوات الأمن. لكن لو نظرتم وتفحصتم الصور في هذه المظاهرات فأنتم لن ترون سوى أناسا يحاربون ويقاومون من أجل الحفاظ على حياتهم الشخصية من خلال الرمي بالحجارة ومن خلال إطلاق بعض العجلات أو حتى بعض الأكياس أو قطع القرميد. الحكومة تعلم ذلك، فهؤلاء الأشخاص يعملون على اتخاذ هذه الخطوات من أجل إنقاذ حياتهم. وفي ذات الوقت هناك الزعيم السابق لإيران الذي كان قد طرح شعارا وقال فيه بأنه لا بد فعل كل ما يلزم من أجل إنقاذ هذا النظام. هذه هي الشرعية التي يتبناها النظام والأيديولوجية التي يقوم بتبنيها من أجل تبرير جرائمه حول طبيعة ما يقترفه انطلاقا من مبادئ الخميني. وأعتقد أنه يوم الأمس في منطقة رفسنجان قيل بأن إنقاذ النظام قد يكون أكثر أهمية من مرقد الأمة 12. لذا هذا يظهر لكم بصورة جلية بأن الأمر الأكثر أهمية هو أن الحفاظ على سلطتهم، ويقومون باقتراف جرائم مروعة من أجل فعل ذلك. شكرا جزيلا لك الصحفية الإيرانية رقية رضائي، كنت معنا مباشرة من أوتاوا، شكرا لك. التاسعة عشرة مستمرة وفيها أيضا إقالة مسؤول كبير في العراق وإحالته لهيئة النزاهة.
جلسة مشاورات جديدة بين الحكومة والاتحاد العام للشغل. على الحكومة أن تتفهم المطالب المشروعة والواقعية التي قدمها الاتحاد العام التونسي للشغل. اليوم على الحكومة أن تصارح الشعب التونسي بحقيقة أوضاعه وبحقيقة ما وصل إليه الوضع الاقتصادي والمالي. لمحت زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسى لمقاطعة الانتخابات التشريعية. ما هي الخطوة الأولى التي سيبدأ بها الرئيس التونسي؟ قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بدعوة قائد جبهة البوليساريو إلى تونس لحضور هذه القمة. ما الأسباب الممكنة لهذه الخطوة التونسية؟ هناك يعني اتفاق مسبق وخاصة في القمم الإفريقية اليابانية بأنه لن يتم استدعاء يعني جبهة البوليساريو. المسألة ليست من تنظيم تونس لوحدها، بل هي من تنظيم تونس إلى جانب ثلة من الدول والزعماء الإفريقيين. نتحدث عن أزمة قابلة للاحتواء، أم ممكن أن تتطور الآن بين تونس والمغرب؟ نهزمنا من القصف ونهزمنا من الطيران والحجينة هين. صار الركام يتساقط علينا وما عرفنا حنا إلا إحنا رايحين على المستشفى. فزع على الأرض، رعب من السماء، طفولة يسرقها الجوع، أمان قتلته زخات رصاص، نساء ورجال، عجائز وأطفال، فارون من الجحيم، باحثون عن المجهول. أهلا بكم من جديد. أكدت السفيرة الأمريكية لدى العراق إلينا رومانوسكي بأن بلادها لن تنسحب من العراق، واعتبر كلام السفيرة الأمريكية ردا مباشرا على رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني الذي قال في أول مؤتمر صحفي بعد توليه رئاسة الحكومة إن بلاده ستفتح حوارا مع قوات التحالف بقيادة واشنطن لتحديد مدى الحاجة إليها. إن رسالتنا إلى الدول الشقيقة والصديقة. فور تسلمه منصب رئاسة الحكومة العراقية وخلال عرض برنامج حكومته، لم يغيب محمد الشياع السوداني ملف قوات التحالف الدولي في العراق، معلنا عن حوار لتحديد مدى الحاجة لهذه القوات. السوداني قال إنه مفوض من القوى السياسية بإجراء حوار فني مع التحالف الدولي لتحديد الحاجة لقواته العاملة كمستشارين، مشيرا إلى أنه بضوء الحوار سيصدر قرارا حكوميا تلتزم به كل الأطراف السياسية. والاتفاقيات بين بغداد وواشنطن موجودة منذ سقوط نظام صدام حسين، أي ما بعد عام 2003، فالبلدان مرتبطان باتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بينهما عام 2008 بعهد حكومة المالكي، وتنص الاتفاقية على التعاون في تعزيز المؤسسات العسكرية والأمنية والسياسية والديمقراطية في العراق، والتعاون في تدريب وتجهيز وتسليح قوات الأمن العراقية من أجل مكافحة الإرهاب أو الجماعات الخارجة عن القانون. وانطلاقا من الاتفاقية الاستراتيجية، تحولت العلاقة بين العراق وأمريكا من عسكرية إلى مدنية، وانسحبت القوات الأمريكية من العراق عام 2011، لكن بعد سيطرة داعش على ثلث العراق عام 2014، طلب نوري المالكي من واشنطن إعادة قواتها للمساعدة في مواجهة التنظيم. وبعد دحر داعش عام 2017، بدأت الميليشيات الموالية لإيران باستهداف مقر السفارة الأمريكية في بغداد ومواقع التحالف الدولي في بغداد وأربيل. ومع تصاعد تهديدات الميليشيات، فتح رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي حوارا مع واشنطن لإجلاء قوات التحالف.
وفي ديسمبر عام 2021 أعلن الكاظمي استكمال انسحاب قوات التحالف القتالية من العراق بنهاية العام، لتتحول مهام 2500 عسكري للاستشارة والتدريب. والآن يأتي تأكيد السفيرة الأمريكية بأن بلادها لن تنسحب من العراق بموجب التزام طويل الأمد وتنفيذ الإطار الاستراتيجي. هدير الربيعي، الحدث. أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن الأخير قرر إنهاء تكليف رئيس هيئة استثمار بغداد من إدارة الهيئة وإحالة محضر التحقيق الخاص بالمخالفات المرتكبة إلى هيئة النزاهة الاتحادية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. يأتي قرار السوداني في إطار جهود مكافحة الفساد وإعادة الأموال المسروقة. من إربيل ينضم إلينا الباحث السياسي هيوا عثمان، ومن فيرجينيا ينضم إلينا الدكتور بلال وهاب، الباحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى. أهلا بكما إلى 19. أبدأ معك دكتور بلال فيما يتعلق بتصريح السفيرة الأمريكية رومانوسكي في العراق، والتي تؤكد بأن القوات الأمريكية لن تترك العراق حاليا التزاما بقرار واتفاق استراتيجي وطويل الأمد. على أي أساس تقول السفيرة الأمريكية ذلك؟ أولاً مرحباً بك وبسيوة. الاتفاق هو كما ذكرت في التقرير الاتفاق الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وجمهورية العراق، والجانب الأمريكي ملتزم ببقائه ومساعدته على رأس التحالف الدولي ضد داعش. وكان هناك ربما خطر على هذه العلاقة في حقبة ترامب والرئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، كان هناك تهديد أمريكي بالانسحاب من العراق إن لم يقوم العراق بواجباته بحماية السفارة الأمريكية والجنود الأمريكيين المتواجدين على الأرض العراق على الأرض العراقية. ولكن ما سمعناه من رئيس الوزراء العراقي الجديد في برنامج حكومته هو يدعو إلى الحوار ومراجعة هذا الملف، ولكنه لم يدعو بصراحة وكما كنا نتوقع ربما غير ذلك، لكنه لم يدعو إلى سحب أو طرد القوات الأمريكية من العراق. فالجانب الأمريكي ربما هناك تفاهم من الطرفين بأن هذه الهدنة عليها أن تستمر لمصلحة الطرفين. أستاذ هيوا، وكيف يعني يمكن للجانب العراقي أن يرد على هذا التأكيد الأمريكي؟ بطبيعة الحال يعني الرئيس الوزراء قال بأننا سنفتح حوار لمعرفة ما الحاجة إلى استمرار وجود هذه القوات على الأراضي العراقية، كان يعني نوعا ما دبلوماسي بطرحه، فجاء رد السفيرة الأمريكية فجاً إذا ما صح التعبير رافضة ذلك، وقالت قاطعة بأنه نحن باقون من خلال اتفاق إطار طويل الأمد. تحية لك وللمشاهدين الكرام وللصديق الدكتور بلال في فيرجينيا. طبعا أعتقد أنه لا أعتقد أنه سيكون هناك أي رد عراقي على تصريحات السفيرة الأمريكية. مضى حوالي أسبوع على ما تحدثت به بأنهم موجودون في العراق ليبقوا. عادة في السابق في عهد الحكومة الماضية كنا نسمع الميليشيات مواقعهم الإعلامية يردون يتحدثون وربما يقصفون في بعض المرات الأرتال الأمريكية. هذه المرة سكوت تام، وهذا يعزز من نظرية أو شكوك حول اتفاق إيراني أمريكي حول الوضع في العراق. الاتفاق يعتقد بأن مفاده بأن الأمريكان قالوا للإيرانيين الحكومة لكم والبقاء لنا والأرض لنا، ولهذا هذه الطريقة الصريحة والواضحة من قبل السفيرة الأمريكية في حديثها عن البقاء يبدو يعني كان فيها شيء زايد من الثقة بهذه العبارة. هذا من جانب. من جانب آخر يعني مر حوالي 6 أيام لحد الآن ولم نسمع أي من الضجيج الذي كنا نسمعه في السابق
من الميليشيات، من فئة تغريدات بعض الجهات أو الزعماء هذه الميليشيات الموالية لإيران. لا يوجد أي حديث عن هؤلاء، لأنه الجهة الوحيدة في السابق التي كانت تقول بأنه على الاحتلال أن يخرج وعلى الأمريكان أن يخرجوا وكل هذا الكلام كانت المجاميع أو الكتل السياسية الموالية لإيران. مر أسبوع لحد الآن تقريبا ولم نسمع أي شيء منهم، أي شيء حقيقي، وهذا يعني مؤشر للجميع بأن ثمة اتفاق أمريكي إيراني. طيب قبل أن أسأل الدكتور بلال عن هذا الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي تحدثت عنه سيد هيوة، أود أن أستفسر منك أيضا عن هذا الخبر العاجل الذي أوردناه قبل قليل على أن الخارجية الأمريكية تبحث بحادثة مقتل مواطن أمريكي في العراق في بغداد، على ما يبدو تم إطلاق الرصاص على هذا المواطن الأمريكي. هل علمت ملابسات هذه الحادثة؟ إلى قبل جلوسي في هذه النشرة هذه المعلومات، هذا المواطن يبدو أنه يعمل في منظمة للإغاثة والمعونات، وتم نشر هويته والأوراق الأخرى وصور له سابقة طبعا، ويعني لا توجد ملابسات أو واضحة، ولكن يبدو أنه كان في المدينة يتجول براحته، ومن الصور التي التقطها سابقا يعني قد لا أعرف ما هي، غير معلومة حقيقة تفاصيل هذه الحادثة لحد الآن. دكتور بلال، ما حقيقة الاتفاق الإيراني الأمريكي الذي تحدث عنه السيد هيوة والذي يقضي بأن الإيرانيين هم من يتسلموا زمام الحكومة، وبالفعل هذا ما رأيناه مع حكومة السوداني، وبأن الأرض تبقى للأمريكيين، ما دقة ذلك؟ يعني إن كان يقصد الصديق كاكاهيوا أن هناك ربما اتفاق مكتوب فهذا خارج علمي، ولكن ضمنيا ليس من مصلحة لا طهران ولا واشنطن أن يكون هناك صراع بين البلدين وعلى الأرض العراقية. يعني من الجانب العراقي هناك إعادة نظر حتى من قبل الميليشيات اللي هي داعمة لهذه الحكومة، كذلك في هذه الإدارة الجديدة في واشنطن، أن ما حصل في حقبة ترامب بأن إيران والولايات المتحدة كانوا يتصارعون على الأرض العراقية أضرت بالعراق، أضرت بالعراقيين، وهناك إدارة جديدة هنا. فربما الشاهد هنا أن هناك هدنة، وقد تستمر هذه الهدنة لأن إيران منشغلة بمشاكل أكبر من مشاكلها في العراق، وربما قد تمادت كثيرا فحصلت أو عدت ثورة تشرين، فهناك مراجعة إيرانية من جانب، هناك كما ذكرت مراجعة أمريكية من هذا الجانب. كانت إدارة ترامب ترى العراق من زاوية إيرانية، ولكن هذه الإدارة على الأقل أعطت نوع من الاستقلالية لسياستها عن العراق، والتي بطبيعة الحال قللت من أهمية العراق في سياستها الخارجية. فمشكلة روسيا والدور الإيراني في روسيا، مبيعات الطائرات بدون طيار، الدرونات من جانب، الثورة التي تحصل داخل إيران من جانب آخر، وقضية الملف النووي، وربما هجمات على السعودية، فهناك يعني ملفات أكبر من الملف العراقي بالنسبة لطهران وبالنسبة لواشنطن. فوجود نوع من الاتفاق الضمني لتخفيف الحدة في العراق ربما هو موجود وما نراه على أرض الواقع، ولكن كان شيئا ضمن التحالف، ضمن المفاوضات اللي تجري في فيينا، فهذا خارج علمي. سيد هيوة، هل تعتقد، يعني أنت لفت في خلال هذه المداخلة إلى أنه هذا الموضوع، تصريح السفيرة الأمريكية، حدث منذ أسبوع وحتى الآن لم نرى أي رد من قبل الجانب العراقي، هل تعتقد لأن كلا البلدين منشغلان بأمورهما الداخلية، يعني خصوصا نتحدث عن الجانب الإيراني المنشغل بالاحتجاجات الدائرة؟ قد يكون هذا أحد الأسباب، ولكن يعني عادة المجاميع والميليشيات الولائية الموالية لولي الفقيه الإيراني العراقية، هذه الميليشيات
طبعا تكون عادة بالمرصاد لأي تحرك أو تصريح أمريكي في هذا السياق، وكانت طبعا كان صوتهم عالي جدا، ولكن يعني قد يكون هذا أحد الأسباب. ولكن قضية واضحة في العراق، يوجد شيء من التفاهم حول وجود الأمريكان ووجود الإيرانيين وتأثير أو سيطرة الإيرانيين على العراق. علينا أن نرى كيف ستتصرف الحكومة العراقية، برأيي قد يكون من السابق لأوانه الحكم على حكومة السيد السوداني، يقوم ببعض الخطوات إذا كانت حقيقة في إطار محاربة الفساد وإصلاح الوضع، فهذا سيكون أمر مرحب به من قبل الكثيرين. ولكن إذا كانت فقط خطوات انتقامية من الحكومة الماضية ومحاولة أن يخرجوا القضية وكأن كل مشاكل البلد منذ 2003 ولحد الحكومة الماضية هي يلبسوها برأس الحكومة الماضية حكومة السيد الكاظمي، فأعتقد أن هذا سيتبين بوضوح وبسرعة. ولكن القضية تبقى داخلية لحد هذه اللحظة، لا الأمريكان ولا الإيرانيين متدخلين بأي شيء لحد الآن. شكرا جزيلا لك الكاتب السياسي هيوا عثمان، الباحث السياسي، كنت معنا من أربيل. كما أشكر أيضا الدكتور بلال وهاب، الباحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، كان معنا من واشنطن. شكرا جزيلا لكما. التاسعة عشرة مستمرة وفيها أيضا لجنة الصحة البرلمانية في لبنان تطلب إعلان الطوارئ ضد الكوليرا. أغلقت قوات الأمن جميع الجسور في ولاية الخرطوم، مع منح قوات الأمن صلاحيات كاملة لوقف الاقتتال القبلي. ما الذي يجري حتى تفجرت هذه الاشتباكات وهذا الاقتتال الأهلي؟ يبدو أن هناك جهات لا تريد لهذا الوطن الاستقرار، لا مجال للخروج من هذه الأزمة سوى بإنهاء هذا الانقلاب. بعد هذا الإصرار من لجان المقاومة، ما سيكون موقف المكون العسكري؟ حالة الاحتقان ما تزال موجودة. جيل ده مسمم على أنه ينهي الانقلاب العسكري ده. ماذا على التوقيت؟ حالة استعداد للتعامل مع كل أشكال التظاهر التي بدأت منذ هذا اليوم. لماذا كل المبادرات التي طرحت لم تفلح في إيجاد مخرج للأزمة؟ كل عرف فاتورة الخلاف والانقسام. عام على حكم المكون العسكري للبلاد، ما الذي تحقق في هذا العام؟ في صمت الأشياء من حولك، في كل حركة متناغمة وسكون، في الانتظار لانتهاء الألم، في كل ثانية تمر هناك أحداث، صراعات، في كل جزء من العالم، فكل لحظة ترسم مشهدا، تشكل خبرا، تصنع حدثا. أهلا بكم من جديد. اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين تركيا بأنها وراء تفاقم الأزمة الحادة للمياه في سوريا، والتي يعتقد أنها وراء انتشار الكوليرا في جميع أنحاء الدولة والبلدان المجاورة. ودعت المنظمة في بيان جميع أطراف النزاع في سوريا إلى ضمان الحق في المياه النظيفة والصحة للجميع. وطالبت تركيا بضمان تقاسم الموارد المائية لنهر الفرات بشكل منصف مع سوريا والعراق. وقال البيان إن هذا تفشي المدمر للكوليرا لن يكون آخر مرض منقول بالمياه يمس السوريين حال عدم معالجة أزمة المياه الحادة في البلاد فورا، وخاصة في الشمال الشرقي. وحث البيان تركيا على التوقف الفوري عن مفاقمة أزمة المياه في سوريا.
أوصت لجنة الصحة النيابية في البرلمان اللبناني الحكومة بإعلان حالة الطوارئ في كل الوزارات والإدارات المعنية بمكافحة وباء الكوليرا والاستفادة من تجربة لبنان في جائحة كورونا، داعية الحكومة إلى ممارسة الضغط المطلوب على المنظمات الدولية المعنية بشؤون النازحين بسبب تقصيرهم وتباطؤ حركتهم وإجراءاتهم في مخيمات النازحين بشكل خاص. من معاناة كورونا صحيا واقتصاديا إلى جحيم مرض وبائي جديد الكوليرا التي لم تخطئ طريقها لانتشارها على كافة الجغرافيا السورية، هذا الانتشار رصدته منظمة الصحة العالمية بعد تسجيل 81 حالة وفاة وأكثر من 24 ألف إصابة محتملة منذ إعلان تفشي الوباء في سوريا مطلع سبتمبر الماضي. وفي إعلان لافت اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش تركيا والنظام السوري بالتسبب في تفشي الكوليرا، وأشار تقريرها إلى أن تركيا فرضت قيودا شديدة على تدفق المياه إلى الجزء السوري من نهر الفرات الذي يعتبر أهم مصدر للمياه والكهرباء لشمال شرقي سوريا. وأكد التقرير رفض حكومة أنقرة تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997 الذي ينص على استخدام المياه المشتركة بشكل يشمل التقاسم العادل والمعقول لموارد المياه بين الدول. وأشار التقرير كذلك إلى تضرر محطة مياه علوك لأول مرة والتي تخدم أكثر من 460 ألف شخص في محافظة الحسكة، وتصفها الأمم المتحدة بأنها المصدر الموثوق الوحيد، وذلك بسبب العملية العسكرية التركية التي انطلقت عام 2019. لم تكتفي تركيا بذلك، بل رفضت عدة وساطات روسية بتسويد هذه المحطة بالمياه ليتقلص ضخ المياه فيها ويتوقف أكثر من مرة. في المقابل يقف النظام السوري والذي حول وجهة المساعدات والخدمات الأساسية المتسلمة من جهات دولية بشكل تمييزي وغير عادل، بالإضافة إلى استمرار القيود الأمنية للحصول على المساعدات في جميع أنحاء سوريا بشكل يمنع الاستجابة الإنسانية والطارئة في الأجزاء المتضررة من البلاد. الكوليرا هنا في كل مكان، وحدهم الأقل حظاً محرومون حتى من الرعاية والعلاج. الماء وسخة ما بيحسوا يشربوا منه، يعني يشربوا إسهال استفراغ وهاي حالتهم. يعني حمام إذا بدوا يتحمموا ما في مي نظيفة، ولا عندهم قدرة أنه يشتروا مي وبيجيبوا، ما في حل تاني إلا هالحل، بدوا يظلوا من هالمي بيشربوا. لم يذهب بسام إلى المدرسة اليوم، أحس بالتوعك وتوجه إلى هنا، كذلك فعل بشار. هما كما كثيرين في عكار ضحية مياه آسنة أعادت بعد أكثر من ثلاثة عقود الكوليرا إلى لبنان وأعادت لبنان عهودا إلى الوراء. بعكار انه المي ما منيحه، لان وقت اللي بنقطع من حدمين النهر بنلاقي المي غمره، والواحد صعب انه يجيب ستيرات مي لانه هلا ما في مصاري، والستيرات المي كمان كثير غالي. بعد انا بشرب من هيدي المي، ويمكن ملوسه يمكن لا، ما بنعرف عنها شيء، وما في لا كهرباء ولا اشتراك، والمي غالي وهيك عم نستخدم منها، وبعد كل العالم بتستخدم من هيدي المي يمكن يكون ملوسه. وبنعرف في اصابات كوليرا بقلب المنطقه وهيك وعم نستخدمها، ما في حل ثاني. هنا ببنين مهد أول إصابة بالكوليرا في مخيم اللاجئين السوريين المجاور. ازدياد عدد الإصابات استدعى قيام مستشفى ميداني، لكن رقعة انتشار المرض تجاوزت عكار إلى باقي لبنان. المناطق الحدودية مفتوحة للدخول والخروج، وكلنا نعلم أن هناك مناطق موبوءة قريبة منا موبوءة بالكوليرا، مما أدى إلى هذا الانتشار السريع. يوم نستطيع أن نقول أننا تحت السيطرة ما في شك، لازالت الأعداد تأتي إلينا تباعاً وبشكل متراكم، إلا أن وجود المستشفى الميداني الذي تم إنشاؤه بتوجيه مباشر من معالي وزير الصحة الذي جاء بنفسه ليشرف على تأسيس هذه المستشفى، فبالتالي خففت الكثير من الأعباء على المستشفيات المحيطة. وبانتظار اللقاحات تتوحد الجهود لتأمين المعقمات لإزالة التلوث عن مياه الشفة
وتأمين المحروقات لتشغيل محطات التكرير وضخ مياه جديدة. الانهيار والفوضى العارمة يتجليان بشكل مأساوي في هذه المناطق شمال لبنان. هنا لا مياه شفة ولا موارد مائية نظيفة لاختلاطها بمياه الصرف الصحي يتشارك فيها اللبنانيون واللاجئون من سوريين وفلسطينيين. وأكثر المزروعات هنا ترتوي من مياه الكوليرا ومنها يأكلون. رينا دويهي، الحدث، عكار. من بلدة شحيم في جبل لبنان ينضم إلينا الدكتور بلال عبد الله، عضو لجنة الصحة العامة في مجلس النواب اللبناني. أهلا بك دكتور بلال إلى 9:10. أبدأ معكم بالأرقام، آخر الأرقام التي توفرت لديكم، كم عدد الإصابات بالكوليرا في لبنان وكم عدد الذين توفوا جراء الكوليرا؟ مساء الخير، تحية لكل المشاهدين. عدد إصابات الرسمية يقارب 500 إصابة، ولكن نعتقد الإصابات أكثر من ذلك لأنه في المناطق المصابة أو الموبوءة لم تجرى الفحوصات لكامل المرضى. ضف إلى ذلك هناك مئات الحالات التي لا تعطي عوارض وهي غير مثبتة مخبريا. يبقى أن نقول أن الانتشار أصبح يشكل خطر محدق بلبنان، وذلك بسبب وجود النازحين، أهلنا النازحين السوريين في كل هذه المناطق خاصة مناطق المخيمات من ناحية، ومن ناحية تانية بسبب تردي البنية التحتية المرتبطة بالصرف الصحي والمياه الشافية في كل المناطق تقريبا، بسبب الانهيار الاقتصادي، بسبب غياب الكهرباء، بسبب غياب الموارد والإمكانات القادرة على تأمين الصيانة لمحطات التكرير أو المازوت لضخ المياه، واعتماد العديد من عائلات اللبنانية في كل المناطق إلى شراء صهاريج المياه والتي لا نؤمن أن يكون مصدرها سليم بما يخص خلوها من الجراثيم والميكروبات خاصة من الفابريون الكوليرا. لذلك كل الجهود الحسيسة التي يقوم بها وزير الصحة ووزارة الصحة مشكورين، عبر اللقاحات، عبر المستشفيات الميدانية، عبر الزيارات الميدانية، عبر حث المؤسسات الدولية أن تقوم بواجباتها تجاه النازحين السوريين والتأمين النظافة بالحد الأدنى والمياه الشفا السليمة لأهلنا النازحين، كذلك حث الإدارات اللبنانية والوزارات المعنية، وهذا كان جهدنا الأساسي بلجنة الصحة النيابية اللي أنا رئيسها، أن وضعنا توصيات وجهناها للحكومة اللبنانية مرتبطة بعمل كافة مؤسسات خاصة أيضا البلديات. نعم. لإجراء الفحوصات المخبرية على مياه الصهاريج. طيب سأعود معك إلى ذلك دكتور بلال، سأعود معك إلى الإمكانيات بالنهاية، إمكانيات الدولة لتنفيذ التوصيات التي ترفعونها كلجنة صحة، ولكن قبل ذلك هل أفهم من كلامك بأن انتشر الوباء لم يعد، يعني زميلة رينا في تقريرها تحدثت عن أنه في مناطق في شمال لبنان تحديدا في عكار وفي بعض المناطق في بعلبك وعلى ما أعتقد في البقاع ومنها بعلبك، هل بدأ ينتشر خارج هذه المناطق أيضا؟ شاهد قسم من التقرير هذا الأماكن التي يكثر فيها الأعداد الكبيرة، ولكن هذا لا يعني أن هناك في إصابات سجلت ولو كان بنسب ضئيل في 17 قضاء في لبنان من أصل 25، وهذا يعني أنه الانتشار موجود وأن كان حتى الآن تحت السيطرة، ولكن لا شيء يضمن أن يبقى تحت السيطرة، خاصة أنه الحدود اللبنانية مفتوحة وللأسف إخواننا النازحين السوريين يذهبون ذهابا وإيابا إلى المناطق الموبوءة في سوريا، وغياب الصرف الصحي السليم والعناية الجيدة بالمخيمات واهتراء كما قلت كل البنية التحتية اللبنانية سبب الانهيار الاقتصادي سيجعل ربما الأكثرية الشعب اللبناني بخطر بهذا الموضوع، مع كل الإجراءات الحثيثة التي تقوم بها وزارة الصحة والبدء بتوزيع اللقاحات وتجهيز المستشفيات الحكومية لكي تتمكن من استيعاب المرضى إذا كانوا موجودين بأعداد كبيرة، كل هذا يحث الجهات المعنية خاصة الجهات الدولية تعزز إمكاناتها، ومشكورة منظمة الصحة العالمية أمنت الآن 600 ألف لقاح بعد 10,000 لقاح من الدولة الفرنسية على أمل أن نتمكن من شراء أيضا أو استلام 1,600,000 لقاح إضافيين كما أعلن وزير الصحة اليوم، هيدا على الأقل أن توزع في المناطق المعرضة أكثر للوباء. يعني أنتم من ناحية عدد اللقاحات متوفر العدد المطلوب حتى الآن؟
أول دفعة ستأتي الأربعاء أو الخميس 600 ألف لقاح، على أمل بعد أسبوعين أو ثلاثة يأتي 1,500,000 لقاح إذا تم التجاوب مع طلب لبنان. وهذا على الأقل يعطي حد أدنى من المناعة أو الاحتياط لعدم انتشار المرض خاصة في المناطق المعرضة، حيث الإدارة غير متوفرة للصرف الصحي ومياه الشفاء. طب ماذا عن المستشفيات الميدانية؟ المستشفيات العادية قلتم بأنها مجهزة، ويتم استحداث مستشفيات ميدانية في الأماكن التي تشهد الانتشار الأكثف لهذا الوباء. نعم، هل نعم هناك تم يعني تم وبسرعة قصوى. نعم، بسرعة قصوى تم استحداث مستشفى ميداني في تبنين في منطقة عكار، وتم تجهيز أيضا مستشفى ميداني آخر في عرسال، ومستشفى ميداني ثالث في بر الياس، على أمل أن نستطيع إذا احتجنا في المستقبل أن نؤمن هيك مستشفيات ميدانية. لماذا مستشفى ميدانية؟ لأنه مريض الكوليرا بحاجة أكثر إلى سوائل، يعني معالجة مرضى الكوليرا ليست مستعصية كما حالة كورونا على سبيل المثال. لذلك سنعتمد هذا الأسلوب خاصة في الأماكن البعيدة عن المستشفيات، لأنه أنت تعلمين أنه أهم معيار لعلاج مريض الكوليرا هو السرعة في إعطاء السوائل لتجنب الوفاة، خاصة أنه حالات الوفيات اللي سألتيني عنها سابقا واللي كانت بحدود 10-15 وفية هن بسبب التأخر في الوصول إلى المستشفى أو التأخر في إمكانية تلقي العلاج. طيب لو عدنا إلى العوارض، عوارض الكوليرا، لو أردنا يعني تبسيطها للمشاهدين، ما العوارض التي تعتبر بأنه بدأ الوضع يصبح خطيرا وبالتالي يستلزم علاج؟ بالنسبة لنا كأطباء اليوم، كما كان في حالة كورونا، كل عوارض رشحة كانت أو نزلة صدرية أو إنفلونزا سابقا كنا نعتبرها كورونا حتى إثبات العكس، كذلك اليوم كل عوارض إسهال أو عوارض جهاز هضمي مع حرارة هي مشتبه بها كوليرا حتى إثبات العكس. طب ماذا يمكن للمصابين أو ذويهم أن يقوموا به في حال لم يتوفر بعد اللقاح ولم يكونوا قريبين من أي مستشفى ميداني؟ يعني مثل إجراءات أولية إلى حين الحصول على العلاج المطلوب. قبل الإجراءات للمرضى، الأهم هو الوقاية. الوقاية، أن نعمد إلى تعميم ثقافة الوقاية. اليونيسف سيعمد أو بدأ على الأقل بتوزيع المواد المعقمة لمياه الشفاء ولغسيل الخضار والأطعمة، وتعميم ثقافة العناية والوقاية في كافة المناطق اللبنانية على الأقل فيما يخص مياه الشفاء والمأكولات المعرضة للخطر الكوليرا، خاصة بعض الخضروات صح التعبير. أما بما يخص العلاجات الأولية لأي مشتبه به كوليرا فهي السوائل. أهم شيء ممكن السوائل تنعطى عبر ظروف المالحة التي توزع عادة وبدأت اليونيسف بتوزيعها، أو عبر أقرب فرصة للأمصال، لأنه الأهم بالساعات الأولى من مرض الكوليرا أن نعوض ما يخسر المريض من سوائل. شكرا جزيلا لك الدكتور بلال عبد الله، عضو لجنة الصحة العامة في مجلس النواب الليبي، كنت معنا مباشرة من شحيم في جبل لبنان. شكرا لك. فيما يشارك رئيس الحكومة البريطانية في قمة المناخ في شرم الشيخ، أزمة جديدة تواجهها حكومته في لندن، إذ تبين أن أحد الوزراء في حكومته متهم بإرسال رسائل نصية مليئة بالشتائم إلى زميلته مسؤولة الانضباط داخل الحزب المحافظين في البرلمان ويندي مورتون، وقد اعترف مكتبه بأنه كان على علم بالشكوى قبل تعيينه. رئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك في قمة المناخ بشرم الشيخ فيما جدل جديد يلاحقه، وهذه المرة على خلفية تعيينه جافن ويليامسون وزيرا، بالرغم من مزاعم التنمر على زميلة نائبة له في حزب المحافظين. هذه الفضيحة الجديدة تتمثل في إرسال ويليامسون رسائل نصية مليئة بالشتائم إلى مسؤولة الانضباط داخل الحزب في البرلمان ويندي مورتون، لاستبعادها نوابا ومن بينهم ويليامسون من حضور جنازة الملكة إليزابيث. مكتب رئيس الوزراء كان على علم بالشكوى ضد ويليامسون قبل تعيينه، لكنه لم يكن مطلعا على مضمون الرسائل التي وصفها بغير المقبولة والحزب يحقق فيها.
it was the right thing to do to send messages. لا أعتقد أن من الصواب إرسال هذه الرسائل التي أرى أنها قد تمت بسبب الإحباط والانفعال، ولكن أعتقد عموما أنه من الأفضل كتابة أشياء لن تندم عليها لاحقا، وخاصة مع من يكتب من الزملاء أشياء مهذبة وإن كانت للتعبير عن وجهة نظر مختلفة. الرسائل كانت غير منطقية. سير كير ستارمر زعيم حزب العمال المعارض دعا سوناك إلى إقالة غافين ويليامسون واصفاً إياه بغير اللائق كوزير في الحكومة، والذي سبق أن أقيل من حكومة تيريزا ماي وتم استبداله في عهد جونسون عندما كان وزيراً للتعليم. ومنذ استلامه السلطة تعرض سوناك لانتقادات كبيرة، بدءا من إعادة تعيين سويلا برافمان وزيرة للداخلية بعد أن اعترفت باستخدام بريدها الإلكتروني الخاص مرارا للقيام بأعمال حكومية مخالفة للقواعد الوزارية، إلى قراره بعدم المشاركة في قمة المناخ في مصر ثم تراجعه تحت الضغط، وصولا أخيرا إلى فضيحة رسائل ويليامسون المسيئة. الجدل يلاحق سوناك منذ التعيينات التي أجراها لأعضاء حكومته والتي اعتبرتها المعارضة علامة ضعفه. سلسلة الانتقادات هذه لا تبدو نهايتها وشيكة، مع ترقب الكشف عن تفاصيل موازنة جديدة ستكون مؤلمة لدافع الضرائب ومزود الخدمات العامة. مصطفى زارو، الحدث، لندن. وفي ختام النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها. طلاب الجامعات الإيرانية يواجهون الرصاص بالهتاف، وإسقاط العمائم يغضب الحرس الثوري. تقارير تتحدث عن محادثات سرية أمريكية روسية لتجنب حرب نووية، والكرملين يلتزم الصمت. قبيل الانتخابات النصفية، تقرير أمريكي يكشف عن تصاعد التهديدات الأمنية واعتداءات على مرشحين من الحزبين. دقائق قليلة ونناقش كل هذه الملفات، ابقوا برفقتنا. حشود عسكرية كبيرة انتشرت على طريق المطار في العاصمة الليبية طرابلس. القوات في كل مكان والميليشيات تتحكم في كل شيء في العاصمة. هل سندخل في صدام مسلح بين حكومة الدبيبة وبشاغة؟ هناك انسداد في المسار السياسي، وهناك انسداد الآن في المسار العسكري. أكثر من مرة تتفجر الاشتباكات في العاصمة طرابلس، هذه المرة علامة. الاشتباكات التي اندلعت هي ذات طابع سياسي بحت. لا أتكلم عن الانتماءات السياسية بقدر ما أتكلم عن أحداث حافلة تتحمل مسؤوليتها الحكومة الموجودة في العاصمة طرابلس. لو زادت المواجهات العسكرية هناك لن تتم الضبط ولن يتم وقف إطلاق النار، وستكون المأساة كبيرة. أي كان السبب وأي كان البادئ، راح ضحية هذه العملية غير المحسوبة عدد كبير من الأبرياء والمدنيين. الحالة الميليشاوية التي تمر بها البلاد الآن، ألا تضع ليبيا في موقف خطير وتصعيدي ربما يصل إلى مربع لن يستطيع أحد منه النجاة؟ العالم يتغير من حولنا بإيقاع، بتناغم، كل شيء متقلب، كل إبطاء
قائل يعقبه تسالق. ما هي أهمية هذه العملية العسكرية؟ فالمعلومات متغيرة في كل ثانية. دعيني أبدأ بهذا العاجل الآن. فما تعرفه بالأمس يصبح ماضيا اليوم. Next year could bring a food supply crisis. Simply put, the world may run out of food. فلكي تبقى على اطلاع. طلب إيران بعدم التدخل أو طلب إلينا من برلين ورسالة الحدث. هذه هي التفاصيل التي نشرت حتى هذه. لماذا برأيكم؟ الحدث تفاصيل حدوثه منذ البداية. أعلن الإطار التنسيقي تفويض رئيس الوزراء المكلف محمد شيع السوداني باختيار الوزارات. التقاطعات والخلافات داخل المكونات السياسية بدت واضحة من خلال توزيع الوزارات. أتصور من أن هناك أطراف قد تضطر يعني إلى إعلان خروجها من الإطار التنسيقي. ما هو السيناريو المقترح للخروج من هذه الأزمة وتشكيل حكومة؟ ما وصل إليه السوداني إلى الآن هو وجود خلافات عميقة داخل البيت السني حول وزارة الدفاع تحديداً. ماذا عن الأكراد؟ حصة الأكراد في هذه الحكومة المرتقبة؟ الصراع الحقيقي هو الصراع داخل البيت الشيعي تحديداً الإطار التنسيقي. هناك خلاف داخل البيت السني يتمثل بتحالف السيادة وتحالف عزم. معظم الأحزاب الآن المتصارعة لديها ميليشيات ممكن أن تمارس دورها الضاغط. هل يتجاوز محمد شيع السوداني عقبة تشكيل الحكومة بعد هذه الخلافات حول الحصص؟ سنوات كانت حافلة بالأحداث غير المتوقعة. تعلمنا أنه لا يمكن التكهن بأي شيء. مستقبل مبهم وغامض وأسئلة جديدة كل يوم. أكثر الأخبار تعقيداً تصبح مفهومة عندما تحلل وتقرأ بالطريقة الصحيحة وبالاستعانة بالخبراء والمختصين. مهمتنا أن نحاول جعل المشهد أكثر فهماً. استوديو الحدث يومياً 9 صباحاً بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. نتواجد هنا في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب. ينضم إلينا مراسل الحدث. نحن الآن في منطقة الفليحة حيث الخطوط الأمامية لقوات الجيش الوطني والمقاومة. كيف يمكن أن يتحرك مجلس التعاون الخليجي لمواجهة هذه التهديدات الإرهابية الحوثية؟ السلام سيتحدد في اليمن بالضغط على إيران. العملية العسكرية مستمرة لملاحقة فلول الميليشيات الحوثية. ما الذي تريد ميليشيا الحوثي أن تحققه من وراء هذا التصعيد؟ أنا أعتقد الآن في المكان الذي تم استهدافه مساء البارحة. ما أبرز ما تم حتى الآن؟ ميليشيات الحوثية أساساً لا تؤمن إلا بالحرب. هذا المكان لم تصله أقدام الميليشيا الحوثية وبقي صامداً رغم الضربات المكثفة. هذا التصعيد الحوثي الأخير إلى أي حد هو مرتبط بالخسائر التي تتلقاها هذه الميليشيا الحوثية على الأرض في الداخل اليمني. التقينا بعض الفتيات من اللواتي يعني من اللواتي. ماذا يحدث؟ لا 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 يقومون بضرب المصور. نحن مضطرون تهاني لإخلاء المكان. أتمنى أن تكوني تسمعين كريستيان الآن. تهاني دخلوا إلينا إلى السيارة وهم يحملون السلاح. من منعكم من التصوير؟ ما يتم الآن هو رسم خطوط لهذا التماس. قد عزز الجيش السوري والقوات الروسية وجودهما. روسيا لن تنسحب من سوريا ولكنها الآن تعيد إعادة الموضع. هنا قبالة مدينة عين العرب هدوء حذر في الجانب التركي. موقف وزير الخارجية الروسي هو لون أخضر. هل فعلا تركيا ستبدأ بهذه العملية العسكرية؟ تستجيب قسد بشكل جدي للتهديدات التركية. هناك قوات سورية تسيطر ومدعومة من قبل الروس. النظام مستعد أن يقسم سوريا كلها حتى يبقى موجود. أمام أي خيار الحكومة الإيرانية الآن؟ هناك عشرات من مهجرين عسكريين التي تسيطر عليها القوات التركية.
هي حرب صمت من يصمت أكثر عن تصرفات أنقرة في الشمال السوري. ومن سيكون داعم لقوات سوريا الديمقراطية في هذه المعركة؟ ماذا عن النظام ودور النظام؟ نتحدث هنا عن أراضي سوريا. وقعت القذيفة الآن والشظايا تتطاير حولنا والقوات ينصرحوننا بالهروب، حيث أن العربية والأمن أول من يدخل هذه المناطق الخطيرة. ليه نبتعد قليلا؟ طلاب الجامعات الإيرانية يواجهون الرصاص بالهتاف، وإسقاط العمائم يغضب الحرس الثوري. تقارير عن محادثات سرية أمريكية روسية لتجنب حرب نووية، والكرملين يلتزم الصمت. قبيل الانتخابات النصفية، تقرير أمريكي يكشف عن تصاعد التهديدات الأمنية واعتداءات على مرشحين من الحزبين. أهلا بكم إلى الساعة الثانية من 19 والتي نبدأها أيضا من إيران، حيث تتواصل التظاهرات ضد النظام على الرغم من القمع الوحشي الذي تمارسه أجهزة النظام الأمنية والعسكرية. وفي تقريرها عن الحركة الاحتجاجية الإيرانية، قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إن احتجاجات إيران تثير مخاوف السياسيين من أن تجعل الاضطرابات الطويلة البلاد عرضة لتهديدات النزاعات الانفصال أو النزعات الانفصالية. فالصحيفة أفادت بوجود قلق إيراني رسمي من التوترات الانفصالية، لا سيما الأقليات التركية والكردية والعربية والبلوشية، إذ يتذرع النظام بهذه النزعات لتبرير القمع. فاينانشال تايمز ذكرت أيضا أو قالت إن النظام الإيراني من خلال التركيز على التهديد الانفصالي يتجاهل إخفاقاته، إلا أن الأقليات العرقية قد تكون أول من بدأ بالاحتجاج وربما تكون آخر من ينهيها. إلى ذلك، أثارت ظاهرة إسقاط عمائم رجال الدين غضب السلطات الإيرانية وحرسها، حيث أبدت وكالة فارس التابعة للحرس الثوري قلقها من تنامي هذه الظاهرة، واعتبرت أن هناك خللا قانونيا في هذا الشأن، مشيرة إلى أنها ستطلق حملة لما أسمته معالجة الخلل ووضع قانون لمعاقبة المنفذين.
أعلنت الحكومة الألمانية أن الاتحاد الأوروبي سيقرر ما إذا كان سيدرج الحرس الثوري الإيراني على لائحة عقوبات جديدة. وكانت ألمانيا وثمان دول أخرى في الاتحاد قد خططت لتوسيع العقوبات ضد النظام الإيراني جراء قمع المظاهرات والعنف المستخدم ضد المتظاهرين الإيرانيين. قال رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك في مقابلة مع الحدث إن الاتفاق النووي مع إيران أصبح أكثر صعوبة بسبب قمع النظام للمتظاهرين وأفعال إيران المزعزعة للاستقرار. Well, there was a deal that was put on the table in March that Iran did not take the opportunity to move forward with. And I think the situation now is very difficult, and we'll have to consider what the best next steps are with our international partners. But that is made more difficult by Iran's violent treatment of the protesters and their continued actions that are destabilizing the region. And so we'll have to consider what the appropriate next steps are. And that's why in the short term, we've taken extra sanctions on various actors in Iran. في مقابلة مع الحدث دانت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين الانتهاكات بحق النساء والمتظاهرين في إيران. ما يحصل للمدنيين في إيران هو خطأ كبير. النساء والفتيات والمتظاهرون السلميون يتعرضون للعنف. ندين كل تلك الانتهاكات ونقف إلى جانب نساء إيران ونطالب بالعدالة للنساء في كل مكان. قال الرئيس الفرنسي في تصريحات للحدث إن تهديدات إيران تجاوزت النطاق الإقليمي ويجب العمل بشكل منظم لمواجهة التهديدات الإيرانية. وأكد ماكرون أنه يجب ضمان عدم تأثر الشعب الإيراني بالعقوبات على نظام طهران. استدعت إيران السفير النرويجي احتجاجا على ما اعتبرته تدخلا في شؤونها الداخلية. وقالت الخارجية الإيرانية أن طهران تستنكر بشدة تصريحات رئيس البرلمان النرويجي الأخيرة حول دعم التظاهرات الاحتجاجية في المدن الإيرانية. يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها استدعاء السفير النرويجي إلى الخارجية الإيرانية خلال شهرين. من لندن ينضم إلينا الدكتور علي نوريزادة رئيس مركز الدراسات العربية الإيرانية. أهلا بك دكتور علي. إذا هناك مسعى إلى اتخاذ إجراء أو سن قانون جديد فيما يتعلق بقضية خلع العمامات، هذه الظاهرة التي تتكاثر كثيرا في الآونة الأخيرة. ما الذي يمكن صياغته وكيف يمكن أن يؤثر أو كيف يمكن الاستفادة منه أو استخدامه للتأثير على حرية المحتجين وحركتهم؟ تحياتي إليك سيدتي ومشاهديكم الأعزاء. هؤلاء يعتقدون بأن الإمام الزمان هو الذي يضع أمامتهم على رؤوسهم، فأحد المراجع نيابة الإمام الزمان يقوم بذلك. الآن الشعب يقول لا نصدق هذه الأكاذيب، وانظروا نلقي أمامتكم على الأرض وفي مزبلة لا يتحرك لا إمام الزمان ولا الله ولا لأنه أنتم كذابين وأنتم فاسدين. وهذا مهم جدا. خامنئي قبل أسبوعين قد قال هناك من يقول بأن الروحانية ورجال الدين قد خسروا منزلتهم عند الناس. هذا كذب. نحن محترمين، نحن في قلوب الناس. واليوم وأمس وأمس الأول الشاب بإجرائه وبخطوته أكد لخامنئي أبدا ليس لديكم لا مكان في قلوبنا، مكانتكم تحت أهزيتنا. هكذا يرد الشاب. دعني أن أكشف عن سر مهم. غدا كما علمت النظام يريد أن يستفيد من فرسان إمام الزمان. هذا كتائب من الفرسان وهم يريدون، يعني هم يعتقدون بأن بريطانيا عنده كتائب فرسان وعندهم أيضا لمهاجمة الشعب بعد لم ينفع دراجات نارية، فتمكن أبناء إيران للقضاء على عديد من هذه الدراجات لإسقاط دراجات وراكبيها. و
ولكن غدا هم يريدون الاستفادة من الجوات من الفرسان لمهاجمة الشعب. هذا مهم أول مرة تسمو لأنه علمت بذلك قبل ساعة. طيب دكتور علي، نرى بأنه تتنوع أساليب قمع هذه المظاهرات، هل تعتقد بأن المتظاهرين يجارون هذا التنوع، بمعنى يتأقلمون ويمكن أن تستمر مظاهراتهم بالرغم من كل ذلك؟ بلا أدنى شك، المتظاهرين أيضا لديهم ابتكارات، كل يوم يأتون بابتكار جديد. هذا إلغاء الأمامات منذ بضعة أيام، كل يوم، يعني كتب واحد على الجدران الموت لخامنئي القاتل، أحد البلتجية أو من بسيط جاء وشال الموت، وبدلا من ذلك كتب يحيى خامنئي القاتل. فهكذا الشاب يعرف كيف يتعامل مع إجراءات النظام ويرد عليها بابتكارات جميلة جدا، بعضها مثيرة للإعجاب. هذا الابتكارات، اختيار الشعارات، كل يوم هناك شعارات جديدة. طيب ولكن إلى متى دكتور علي؟ حتى الآن لم يقدم النظام أي تنازل، لم يقم بأي إصلاحات. صحيح بأن المتظاهرين مستمرون بهذه التحركات الاحتجاجية، ولكن بطبيعة الحال الشارع يتعب، والنظام لم ينزل بكل قواه بعد لقمعها، لم يستخدم كل وسائله لقمعها، وبالتالي هل يخشى من أنها ستندثر تدريجيا مع الوقت هذه الحركة الاحتجاجية؟ نعم، أولا سيدتي، النظام لم يأتي بأي حل، بأي اقتراح. هذا الرجل السني الكبير مولوي عبد الحميد، زعيم أهل السنة، ليس فقط في بلوچستان، في باقي مناطق، هذا الرجل قد جاء ونسه خامنئي. قال بعد 50 يوما، هل تعتقد بأنك سوف تنتصر على إرادة الشعب؟ لا. مندوب مدينة إيران شهر في مجلس الشورى تحدث عن جرائم وقاموا بإسكاته، حتى مندوب مدينة إيران شهر. فأنا أعتقد النظام قد استفاد من أجهزة القمع، من بلتجيته، من حرسه، لأن أكثر من ذلك سيف ذو حدين. النظام لا يعرف إذا أرسل 100,000 بسيجي أو حرس إلى الشوارع، هل سيبقى كلهم موحدين منسجمين أو جزء منهم سينزم إلى الشعب؟ فسوف يكون هناك مواجهة فيما بينهم. ولكن ألا تعتقد بأنه لو كان هناك نية لهؤلاء من أن ينضموا إلى الشعب لكانوا انضموا؟ يعني نحن نتحدث عن دخول هذه المظاهرات على ما أعتقد يومها 70، وبالتالي لو كان هناك أي بوادر لانضمام بعض من عناصر الشرطة أو الحرس الثوري وغيرها للشعب كانوا انضموا. انضموا سيدتي. الآن لدينا بعض المعلومات ولكن ليست معلومات كاملة. هناك أكثر من 400 أو 500 من رجال الجيش ممن تلبوا دعوة الشعب، وفي مدينة سقز فتحوا السكنات للمتظاهرين. هناك أيضا بعض رجال الحرس. في ليلة الماضية وقبل الماضية كان هناك في حي خاص لأسر الحرس، كلهم البيوت للحرس، هتافات الموت خامنئي من هذا الحي، من هذا الشهيد محلاتي، من هذا المنطقة أو من منطقة فلاح، خاص لعناصر وزارة الأمن. بلا أدنى شك نحن سوف نرى أكثر وأكثر مزيدا من اللجوء إلى الشعب بدلا من دفاع عن النظام، النظام الذي فقد اعتباره، فقد ما في شعبية له. وحتى لما جاءوا ببعض يعني نحن نسميهم ساندويجات، وهم يأتون ويأخذون على ساندويجات، جاءوا بالشارع، ما كان هتافاتهم خامنئي خامنئي نحبك.
طيب. حل هذا الرد على شعارات الموت لخامنئي. لا أعتقد بأن النظام نعم. في وضع ذليل جدا، في ذلة مطلقة. أنتقل معك دكتور علي من هذه أو من ميدانيات الداخل إلى التصريحات السياسية في الخارج والمرتبطة بالشأن الإيراني، والتي كان أبرزها اليوم في مؤتمر المناخ الذي ينعقد في شرم الشيخ. كان نعم. هناك تصريح للحدث كان للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تحدث فيه عن أو ندد فيه بالقمع الوحشي لهذه المظاهرات، أيضا حديث رئيس الوزراء البريطاني كذلك، يعني العديد من القيادات الدولية، حتى بأن الأوروبيين يدرسون إمكانية إدراج الحرس الثوري على قائمة الجماعات الراعية للإرهاب. هل يمكن بالتأكيد. أن نشهد تغيرا بالمواقف الدولية تكون أكثر حزما بدعمها للمحتجين، أم يعني سيحافظون على هذه الرمادية أو الضبابية في المواقف إلى حين تتضح أكثر نتائج أو إلى ما يمكن أن تؤول إليه هذه الاحتجاجات؟ كما قال رئيس وزراء كندا، اليوم الصورة أكثر وضوحا عندهم. في البداية اعتبروا ذلك احتجاجا مثل الاحتجاجات السابقة، تريسوا، يعني كان الأمر يتطلب تعملا ومن ثم اتخاذ قرار. ولكن لما جاء رئيس جمهورية الولايات المتحدة جو بايدن، الذي جو بايدن كان على وشك توقيع اتفاقية نووية مع إيران قبل شهرين، لما جاء هو وتمنى انتصار الشعب الإيراني، هذا كان نقطة عطف منعطفا. فمن ثم نرى بأن تغييرا ما يحصل في موقف الأوروبيين. وشكرا لكم لبس مقابلة مع رئيس وزراء بريطانيا ورئيس الفرنسي، هذا مهم جدا، هذا يعطي الشعب الإيراني زمانا وإطمئنان بأنه ليس وحيدا هذا المرة. هذا المرة العالم يتعاطي، سواء الحكومات، الشعوب، الفنانين كلهم، الرياضيين، أبدوا وأقربوا عن وقوفهم مع الشعب الإيراني. ما حصل في واشنطن، في برلين، مظاهرات، يعني الشعب الإيراني ليس الآن وحيدا ومنعزلا. شكرا جزيلا لك الدكتور علي نوريزادة، رئيس مركز الدراسات العربية الإيرانية، كنت معنا مباشرة من لندن. شكرا لك. شكرا سيدتي. التاسعة عشرة مستمرة وفيها أيضا. الأمم المتحدة تعتبر التغير المناخي أزمة خطيرة ضد الإنسانية. حتى الآن سقوط خيرسون أمام ماريوبيل، الميناء المحاصر. بعض الناس لم يجد أي طريقة للخروج من هذه المناطق المدمرة. ما يحدث حتى على الحدود البولندية؟ 2,057,114 دخل الأراضي البولندية. حتى الآن تم السيطرة على 50% من مدينة ماريوبيل. قبل أقل من ساعة من الآن حذيفة كنت معنا وسمعنا سويا صوت انفجار كبير، وبالتالي هذا يفسر هل ما زالت الممرات الإنسانية آمنة؟ هل لديكم ما يكفي مثلا من القدرات الدفاعية؟ طبعا من الأسلحة التي أتت من الغرب. هذا هو الحصار، روسيا تحاصر المدن الكبرى. الآن أيضا وأنا أتحدث إليك أسمع انفجار آخر في هذه اللحظة. روسيا بدأت تستعمل صواريخ استراتيجية اسكندر. موضوع يقلق واشنطن منذ اليوم الأول لأنها استطاعت أن تشكل تحالفات. إن كان هناك أي إجراءات اقتصادية تم اتخاذها مع الصين. نشاهد حزمة العقوبات الرابعة الخامسة على الطاولة. الآن وفي كل مكان من العالم وفي كل وقت حدث يغير شيئاً ما في حياة أناس، في قرارات قادة، وفي مصائر دول، لأن لكل خبر تداعياته. تابع الحدث في مكانه وزمانه.
أحييكم من جديد. بمشاركة نحو 200 دولة انطلقت أعمال قمة المناخ 27 في شرم الشيخ لبحث مكافحة الاحترار المناخي وتداعياته. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد في كلمته الافتتاحية حرصه على أن تكون قمة المناخ قمة تنفيذ القرارات التي تنقذ العالم، مشيرا إلى أن تغير المناخ هو أكبر تحد أمام العالم حاليا. السيسي اقترح على الدول المتقدمة الإعلان عن مزيد من الدعم لجهود التكيف المناخي وتوفير التمويل الكافي للدول النامية للتكيف مع التغير المناخي. أثق في أنكم هنا اليوم من أجل الإجابة عن تلك الأسئلة والرد على شواغل الملايين حول العالم الذين يعانون الآن أكثر من أي وقت مضى من كوارث مناخية تتسارع وتيرتها وتزداد حدتها على نحو غير مسبوق يوما بعد يوم في شتى أنحاء كوكبنا، فما تلبس أن تنتهي كارثة في مكان ما حتى تبدأ أخرى في مكان آخر، مخلفة وراءها آلاف الضحايا والمصابين والنازحين. أكد الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات أن الإمارات ستستمر في تزويد العالم بالنفط والغاز بالتزامن مع خفض الانبعاثات الكربونية والاستمرار على نهج الاستدامة. أن دولة الإمارات تعتبر مزوداً ومسؤولاً للطاقة، وسوف تستمر في هذا الدور طالما كان العالم بحاجة إلى النفط والغاز، وسنواصل التركيز على خفض الانبعاثات في هذا القطاع. وهذا ليس بجديد، فقد وجه الوالد المؤسس الشيخ زايد طيب الله ثراه بوقف عمليات حرق الغاز من عدة عقود، وأرسى ركائز استدامة في دولة الإمارات حفاظاً على البيئة والموارد الطبيعية. طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش العالم بالتركيز على إيجاد حلول جدية لمشكلة المناخ التي تمثل معركة خطيرة ضد الإنسانية. We are in the fight of our lives and we are losing. نخوض معركة بقاء في مواجهة التغير المناخي ونحن نخسر. ارتفاع درجات الحرارة حول العالم مستمر والخطر كبير. الحرب في أوكرانيا والصراعات وأعمال العنف ألقت بظلالها على العالم. يجب ألا نركز فقط على حل الصراعات وننسى مشكلة المناخ، لأن المناخ يمثل تحديا كبيرا لنا. الفوضى المناخية هي السبب الرئيس في الصراعات العالمية. الحرب على البيئة انتهاك خطير لحقوق الإنسان. هناك تحذيرات علمية من حقيقة ارتفاع درجات الحرارة، ما يعني أننا نقترب من نقطة لا عودة. قال رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك في مقابلة مع الحدث أثناء تواجده في شرم الشيخ لحضور قمة الأمم المتحدة للمناخ، قال إن لا رخاء دون اتخاذ إجراءات للحد من التغير المناخي. وأشار سوناك إلى أن حرب روسيا في أوكرانيا تجعل الانتقال للطاقة النظيفة أمرا حتميا. وبالحديث عن إيران، أكد أن وضع الاتفاق النووي مع طهران أصبح معقدا بعد قمع المحتجين، ومشيرا إلى أن ممارسات إيران تزعزع الاستقرار في المنطقة. كما أكد رئيس الوزراء البريطاني أن لندن محظوظة بعلاقاتها المهمة والتاريخية مع دول الخليج، وأشار إلى أن هذه العلاقات يجب أن تتجاوز الدفاع إلى التعاون الاقتصادي. وأكد سوناك أنه يتطلع إلى تحقيق تقدم في العلاقات التجارية مع دول الخليج. We're very fortunate to have important and historical ties with our friends and allies amongst the Gulf states. And looking forward, what we want to have is a modern relationship that is built not just on our historic defence and security cooperation, but also enhances our economic dialogue, partnership and development. And the GCC, the Free Trade Agreement, is a huge part of that. And I'm looking forward to our plans to progress that in early next year.
وفي شرم الشيخ انطلقت أيضا قمة مبادرات الشرق الأوسط الأخضر برئاسة سعودية مصرية مشتركة. وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في كلمته في افتتاح القمة إن صندوق الاستثمارات العامة يستهدف التخلص نهائيا من الانبعاثات بحلول 2050، وأضاف أن المملكة تسعى إلى أن تمثل الطاقة المتجددة 50% من استهلاكنا عام 2030. من جهته قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مبادرة ولي العهد السعودي لعقد قمة الشرق الأوسط الأخضر تسهم في معالجة مشاكل المناخ. تأكيداً على التزام المملكة بجهود الاستدامة الدولية، أعلن عن استضافة المملكة مقر الأمانة العامة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر وقرارها للإسهام بمبلغ 2,500,000,000 دولار دعما لمشروعاتها المبادرة وميزانية الأمانة العامة على مدى 10 سنوات القادمة. كما أعلن اليوم عن استهداف صندوق الاستثمارات العامة للوصول للحياد الصفري لانبعاثات غاز الاحتباس الحراري بحلول عام 2050 من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، ليكون من أوائل الصناديق الثروة السيادية عالميا والأول في منطقة الشرق الأوسط في استهداف الوصول للحياد الصفري بحلول عام 2050، مما يعزز دور الصندوق كلاعب رئيسي في دعم الجهود العالمية في مواجهة تحديات المناخ. من عمان ينضم إلينا مستشار شؤون البيئة والمناخ في طقس العرب جمال الموسى. أهلا بك سيد جمال إلى 19. باعتقادكم ما الذي يمكن أن ينتج عن قمة المناخ المنعقدة حاليا في شرم الشيخ؟ يعني عقدت قمم سابقة اتخذت فيها قرارات ولكن لم يصار إلى تطبيق القرارات الماضية، وبالتالي ما المنتظر من نتائج القمة الحالية؟ مساء الخير لحضرتك ومساء الخير لجميع مشاهدينا ومستمعينا أيضا. صحيح أن مؤتمرات المناخ والتغير المناخي بدأت منذ عام 1979، أخذت اتجاه عملي أكثر في البرازيل عام 1992 واستمرت، لكن أحدث شيء كان العام الماضي في غلاسكو، وكان قبلها مؤتمر باريس 2015، الآن مؤتمر شرم الشيخ اللي هي كوب 27 اللي هو الآن. كل هذه المؤتمرات سواء العام الماضي في غلاسكو كوب 26 أو كوب 27 هم يدعو إلى تخفيض انبعاث الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري التي تؤدي بالتالي إلى تغيرات مناخية، والتغيرات المناخية لها أنماط طقس متطرفة وارتفاع منسوب البحار وأيضا ذوبان الجليد وارتفاع منسوب البحار وأيضا زيادة الظواهر الجوية المتطرفة من عواصف، من أعاصير، من أمطار، من سيول، من فيضانات، من موجات حارة. كل هذا بدأ الآن، لكن في آخر 8 سنوات و7 سنوات والآن مرشح إلها عام 2022 أن تكون السنة الثامنة، هي أحمى 8 سنوات منذ بدء السجل درجات الحرارة، يعني منذ عام ما بين 1850 إلى 1900، إذن درجات الحرارة في تزايد، حتى أنه الآن في 2021 و2022 بلغت الزيادة بدرجة الحرارة 1.15% درجة مئوية، إذن هي بتزايد. ليش؟ لأنه انبعاث الغازات الدفيئة تزداد، تركيزها يزداد في الغلاف الجوي، أيضا ارتفاع درجات الحرارة مستمر وبتسارع مستمر، وأخذت الأنماط المتطرفة أنماط طقس قاسية تكلف العالم خسائر بمليارات الدولارات سنويا. فشفنا بجوز فيضانات باكستان، نعم، ذهب ضحيتها آلاف الضحايا، أيضا ثلث الباكستان تقريبا صابوا سيول وفيضانات وتأثر كثير من الناس، تأثروا صحيا، تأثروا اجتماعيا، اقتصاديا، كل الأمور هاي. أيضا الموجات الحارة اللي أثرت على أوروبا والموج الحارة والجفاف والحرائق، يعني هذا الجفاف الذي تعرضت له أوروبا هذا العام في شهر 7 و8 لم تشهد له منذ 500 عام. كل هذه أنماط الطقس المتطرفة هي مكلفة اقتصاديا، وبالتالي يجب التجديد
والتطبيق العملي لتخفيف انبعاث الغازات. طيب بهذا الإطار سيد جمال، قضية تخفيض انبعاث الغازات كان مقرر عندما عقدت قمة باريس للمناخ، كان مقرر أنه يجب أن تخفض هذه الانبعاثات بنسبة 45% بحلول 2030، ولم يحصل ذلك، يعني لم يبدأوا لتحقيق ذلك بالفترة الزمنية أو السقف الزمني المطلوب. هل اليوم هذه القمة ستتخذ إجراءات وتعدل على هذه الاتفاقات أو القرارات السابقة لكي تصل إلى النتيجة المطلوبة في السقف الزمني المطلوب المحدد؟ هناك تحديات خطيرة أمام التقليل من مخاطر وتهديدات التغيرات المناخية، وهي التحالفات السياسية والاقتصادية والتمويل. التمويل مكلف جدا، والنتائج تبعت التغيرات المناخية مكلفة جدا على العالم كله، فالعالم في حالة من عدم التوازن والتوافق بين الحالة الاقتصادية وصحة الإنسان ومياهه وهواه. فمثلا بنلاحظ أنه على مدار السنوات الماضية، يعني على سبيل المثال، لو كندا تريد أن تعيد البنية التحتية في كندا، فهذا سيكلفها بما يتلائم طبعا مع التغيرات المناخية ولمواجهة التغيرات المناخية. عملوا دراسة طلع أنه بكلفها حوالي 150 مليار دولار إلى 1 تريليون، فشوف التكلفة هائلة جدا. فما بالك الدول الفقيرة أو الدول النامية التي لها ليس لها تأثير على انبعاث الغازات ولا زيادة الغازات. يعني معظم الدول التي تبعث الغازات وتساهم في الاحتباس الحراري، أولها الصين حوالي 30%، الولايات المتحدة حوالي 15%، المجموعة الأوروبية حوالي 10%، بعدين روسيا وأيضا الهند وكذلك البرازيل، كله بمجموعهم بشكله حوالي تقريبا مع ماليزيا حوالي 78-80%، 20% بقية دول العالم. لكن بقية دول العالم وخاصة دول نامية هي الضحايا، وبالتالي يدفع الثمن غالي جدا، وبالتالي لا يوجد إمكانيات للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، وحتى أيضا بحاجة إلى تمويل كبير جدا للتكيف مع التغيرات المناخية. وأيضا من أجل التكيف مع التغيرات المناخية بيحتاج إلى نظم إنذار مبكرة، وأيضا يحتاج إلى استثمارات في الطاقة النظيفة، وأيضا يحتاج أن يقللوا من استخدام الطاقة التقليدية. هذا كله مكلف ومكلف شكرا جدا. شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات مستشار شؤون البيئة والمناخ في طقس العرب جمال الموسى، كنت معنا مباشرة من عمان، شكرا لك. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان أجرى محادثات لم يتم الكشف عنها مع كبار المسؤولين الروس على أمل الحد من مخاطر امتداد الحرب في أوكرانيا أو تصعيدها إلى صراع نووي. وضع أطر للحرب في أوكرانيا وخطوط حمر كي لا تخرج عن السيطرة، فكرتان تلخصان الرؤية الأمريكية للحرب في أوكرانيا ربما حتى قبل نشوبها. جولات عديدة أجراها مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طافوا خلالها العواصم الأوروبية لإبلاغ رسالة واضحة: الحرب على وشك أن تبدأ، وعلى الجميع أن يستعد لدعم أوكرانيا سياسيا وماليا وعسكريا. وبالفعل أثمرت وقتها الجهود في بدء تدفق السلاح على أوكرانيا كي تكون جاهزة على الأقل لصد الموجة الأولى من الهجوم. واليوم بعد مرور أكثر من 8 أشهر على الحرب، باتت الرسائل والمحادثات السرية ضرورية أيضا كي تحافظ واشنطن على ما بدأته. إدارة بايدن تطلب من كييف أن تظهر الإيجابية فيما يتعلق بفكرة التفاوض مع موسكو،
بينما تتكفل هي بمحادثات سرية خلف الكواليس مع الدائرة المقربة من بوتين، خوفا من الكابوس الذي لن يتحمله أحد، وهو استخدام السلاح النووي. تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال كشف أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أجرى محادثات لم يتم الكشف عنها مع كبار المسؤولين الروس، للدقة أكثر مع نظيره نيكولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن الروسي ويوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، والهدف الحد من مخاطر امتداد الحرب في أوكرانيا أو تصعيدها إلى صراع نووي. حتى الآن يصر الرئيس فلاديمير بوتين على أنه لا داعي لاستخدام السلاح النووي لا التكتيكي ولا الاستراتيجي في الحرب، لكن المراقبين يرون أن هذا الأمر رهن بتطورات المعركة ويرتبط بشكل وثيق بخطة واشنطن الأولى. بمعنى آخر، الوصول إلى نهاية للحرب لا يكون فيها رابح كامل ولا خاسر كامل، لأن روسيا إذا استشعرت أنها ستخسر كل شيء حينها قد يظهر الرعب النووي. من موسكو ينضم إلينا السفير الروسي السابق لدى لبنان ألكسندر زاسبيكين، ومن واشنطن ينضم إلينا حسين عبد الحسين الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات. أهلا بكما إلى 19. أبدأ معك أستاذ حسين، وفيما يتعلق بدقة هذه التفاصيل التي أوردها تقرير وول ستريت جورنال، هل فعلا قام مسؤولون أم جاك سوليفان تحديدا قام بهذه اللقاءات مع المسؤولين الروس حتى قبل أن تندلع الحرب وبعد اندلاعها من أجل الحد من انتشارها قبلا، الحد من انتشارها في أوكرانيا، ومن بعدها الحد من تطويرها أو تحولها إلى صراع نووي؟ مساء الخير. أولا، أهلا. الصحيفة تتمتع بمصداقية كبيرة، ولذلك أنا لا أرى أنه هذا من باب الإشاعات، أعتقد أنه هي تنقل بدقة ما يحصل. ثانيا، نحن نعرف أنه الإدارة الأمريكية لم تنقطع أو لم تقطع تواصلها مع موسكو منذ ما قبل الحرب. وزير الخارجية أنتوني بلينكين زار يعني موسكو، وغيره زاروا يعني ومسؤولين أمريكيين زاروا قبل الحرب لمحاولة يعني تفادي نشوب الحرب. وبعد نشوب الحرب طبعا كان هناك تراجع في مستوى الاتصال، ولكن لا أعتقد أنه انقطع تماما، وخصوصا على الصعيد العسكري، وهذا خط يعني مفتوح في نواحي متعددة بالعالم، وهدفه ليس سياسي وإنما هدفه تفادي التصعيد أو الوصول إلى مواجهة نووية بين القوتين النوويتين. وطبعا هناك نماذج مشابهة، مثلا في الحرب السورية كان هناك خط اتصال بين الاثنين يعني يعلم أي منهما نيته في العمل العسكري في أي مكان من سوريا، ويعني للسبب نفسه لمواجهة أو لتفادي يعني أي خطأ في الحسابات العسكرية بين الجانبين. سيد ألكسندر، اليوم إلى ما آلت المواصلات أو الاتصالات بين الولايات المتحدة وروسيا؟ هل فعلا هناك ضغط من قبل الولايات المتحدة على الرئيس الأوكراني من أجل إبداء إيجابية بمقاربة المفاوضات، أم الواقع يعكس عكس ذلك؟ صحيح، أنا موافق أولا أنه شيء معقول تواصل روسي أمريكي عشان عدم تصعيد وعدم امتداد وعدم لجوء لاستخدام السلاح دمار الشامل، كل هذا إيجابي وضروري وإجباري بغض النظر عن كل ما يجري الخلافات وغيره. بالنسبة للموقف نظام كييف ومحاولات أمريكية لتعديله، فنعتقد أن هذا خطوة استعراضية من جانب أمريكا. يبدو أن هذا الموقف نظام كييف، حتى هناك قانون يعني عن عدم تفاوض مع روسيا، فما فيش بهذا الموقف يبدو شعبي وسمعة،
في عدد كبير من الدول خاصة في آسيا وأفريقيا أمريكا اللاتينية. فبالتالي الإدارة الأمريكية تحاول قدر الإمكان تعديل هذه الصورة، وكما أنه خطوة للاستخدام استهلاك الداخلي في أمريكا في دول الانتخابات. وفي روسيا نحن لن نختم أبدا بهذه الخطوة، وخاصة أنه ما فيش مضمون لتفاوض الآن ما بين طرفين، وأخذ في الاعتبار أن روسيا تقليديا رسميا تقول جاهزين لتفاوض، ولكن كل الخبراء متفقون أنه في ظروف الراهنة هناك المطروح حسم العسكري وليس تفاوض. أستاذ حسين، من وجهة النظر الأمريكية، هل باب التفاوض مقفل بالكامل والكلمة اليوم للرصاص في الميدان؟ لا أعتقد أنه هذه وجهة النظر الأمريكية الغالبة. وطبعا لو نتذكر عندما اندلعت الحرب، يعني أمريكا تأخرت عن اللحاق بالحلفاء الأوروبيين في مثلا عزل روسيا عن نظام سويفت المصرفي، أو في فرض عقوبات على الرئيس الروسي نفسه. يعني كان هناك عدد من الخطوات التي تلكأت الولايات المتحدة في الانغماس بها. لذلك أنا لا أعتقد أنه هذه الإدارة يعني مهووسة في الحرب، ولكن أعتقد أنه هذه الإدارة لن تسمح لروسيا بأن تكون الحرب الأوكرانية نزهة. لا شك أنه من مصلحة الولايات المتحدة التوصل لتسوية، ولكن التسوية لا تعني إملاءات روسية على أوكرانيا. وأعتقد أنه ربما الحديث الأمريكي أو يعني النصائح الأمريكية إلى الحكومة الأوكرانية في الوقت الحالي هي نصائح يعني من باب أنه ليس ضروريا الهجوم، أو ليس ضروريا إيقاع الذل بالقوات الروسية. المطلوب هو الصمود إلى أن تدرك روسيا أنه لا نهاية للحرب، لا حسم عسكري، وأنه الحسم الوحيد الممكن هو على طاولة المفاوضات. لذلك أعتقد أنه الولايات المتحدة يعني في أيام نراها وكأنها تدفع، وفي أيام نراها وكأنها تحاول تخفيف الاندفاع مع أوكرانيا. وطبعا هذه هي الدبلوماسية، يعني الدبلوماسية هي أخذ ورد، مع أخذ بعين الاعتبار ما يجري من أوضاع على الأرض المعركة والحرب المندلعة بين الجانبين. سيد ألكسندر، نرى بأن لهجة بوتين التصعيدية فيما يتعلق بالتهديد باستخدام السلاح النووي إن كان تكتيكي أو غيره يعني بدأت تنخفض وتتراجع نوعا ما، هل هذا سببه بعض المكاسب العسكرية التي يحققه جيشه في روسيا في أوكرانيا عذرا؟ لا، هذا منذ الأول كان هذه اللعبة إعلامية الغربية والأوكرانية بموضوع السلاح النووي، والموقف الروسي وبوتين شخصيا كان دائما أنه لا نريد أن نتحدث حول هذا الموضوع. هناك الحديث من جانب الغربي، وكان رئيس بوتين مضطر من حين لآخر فقط تلميح إلى أنه لدينا السلاح، ولكن كل ما كان مطروح إعلاميا كان اختراع الإعلامي. واليوم نفس الشيء، وحتى في ما بين الخبراء الروس بيقولوا أنه خلاص أنه نحن لا نريد أن نتحدث حول موضوع النووي على الإطلاق، لأنه كل هذا التضليل من جانب الغربي لا نريد أن نشارك فيه. طيب أستاذ حسين، كيف يمكن الولايات المتحدة على ما يبدو تحرص على إبقاء معادلة لا خاسر ولا رابح في هذه الحرب لتهيئة الطرفين أو لجعلهم لوضعهم تحت حكم الأمر الواقع والتوجه إلى طاولة المفاوضات، ولكن هل التطورات الميدانية تخدم هذا الطرح أو هذا المسعى الأمريكي، وما الخطة البديلة؟ لا أعتقد أن هناك خطط بديلة كثيرة. يعني من وجهة النظر الأمريكية نجحت القوات الأوكرانية ليس في التصدي والدفاع فحسب، وإنما بشن هجوم معاكس استعاد مساحات كبيرة من القوات الروسية. ولكن ما يبدو أنه الماكينة العسكرية الروسية لجأت إليه في الأسابيع الأخيرة هو توجيه ضربات إلى بنية تحتية مدنية، إلى الشبكة الكهربائية،
يعني، وهذه أمور تؤذي المدنيين إلى حد كبير ويعني تعقد من مجهود وقف الحرب. ولذلك أعتقد أنه التفكير الأمريكي في الوقت الحالي أنه قبل أن تتدمر يعني أوكرانيا، لأنه يعني إن وصلت روسيا ضرب الأهداف المدنية، هذا الموضوع لا يغير في على أرض الواقع، ولكنه في نفس الوقت يؤذي الأوكرانيين إلى درجة أكبر بكثير مما كنا نتصوره قبل أسابيع. فباعتقادي من هذا الباب قد تتحرك الولايات المتحدة، أنه هي تعرف أنه روسيا غير قادرة على حسم الموضوع عسكريا، وهي تعرف في نفس الوقت أنه أوكرانيا أصلا غير قادرة على الحسم عسكريا، وطالما تعذر الحسم من جهة الطرفين فيصبح الحل الوحيد هو يعني المفاوضات ومحاولة التوصل إلى تسوية عبر الدبلوماسية. شكرا جزيلا لك حسين عبد الحسين، الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، كنت معنا من واشنطن. كما أشكر أيضا السفير الروسي السابق لدى لبنان ألكسندر زاسبكين، حدثنا من موسكو. شكرا جزيلا لكما. أوصى رجل الأعمال الأمريكي والملك الجديد لمنصة موقع التواصل الاجتماعي تويتر إيلون ماسك بالتصويت للجمهوريين بانتخابات التجديد النصفي الأمريكي المرتقبة. وقال ماسك إن تقاسم السلطة بين الجمهوريين والديمقراطيين يمنع توغل أي من الحزبين في الحكم، وقال إنه يفضل أن يسيطر الجمهوريون على الكونغرس لأن الرئيس الحالي بايدن ديمقراطي. ظهور مسلح، رجال مقنعون، اعتداء جسدي أو اعتداءات جسدية وحتى الترهيب بالقتل، هذه المشاهد لم تحدث في دولة عربية أو ما يعرف بدول العالم الثالث، بل حدثت في الولايات المتحدة الدولة العظمى وبلد الحريات قبيل الانتخابات التشريعية. ففي مشهد غير مألوف أشارت شبكة NBC الأمريكية إلى ظهور رجال مسلحين يرتدون أقنعة ومعدات تكتيكية في صناديق الاقتراع الآمنة قبيل ساعات من الانتخابات التشريعية التي ستجرى غدا. لم يسلم مرشحو الحزبين الجمهوري والديمقراطي على حد سواء من هذه المظاهر المسلحة، حيث تعرضوا للاعتداء الجسدي وتم ترهيب العاملين في الانتخابات، فيما تضاعفت التهديدات ضد أعضاء الكونغرس أكثر من 10 مرات وفق ما نقلت NBC. فهل الولايات المتحدة على وشك الدمار؟ بالنسبة للعديد من الناخبين فإن دوامة العنف والخوف يخلقان الذعر والبارانويا وإحساسا بالرهبة من أن الأمة على وشك الدمار، وفقا لما خلصت إليه مجموعة من استطلاعات الرأي. ولكن ما السبب وراء استخدام الترهيب بدلا من اللجوء إلى العملية الديمقراطية؟ دائما بحسب NBC فإن الديمقراطيين يشعرون بالقلق من أن الحزب الجمهوري عازم على الاستيلاء على السلطة بغض النظر عن نتيجة الانتخابات. بالمقابل أظهرت استطلاعات الرأي أن جزءا كبيرا من الجمهوريين يخشون أن تكون الديمقراطية في خطر انطلاقا من قناعتهم أن الانتخابات مزورة مسبقا.
من واشنطن تنضم إلينا هبة القدسي مديرة مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن. أهلا بك سيدة هبة إلى 19. قبل أن نتحدث عن هواجس كلا الحزبين، أود أن أبدأ معك باللافت ألا وهو هذه المظاهر المسلحة والتصرفات يعني الغير مألوفة في الولايات المتحدة قبيل الانتخابات. نرى بأنهم دخلوا إلى مراكز الاقتراع قبل بدء العملية الانتخابية، ومن كلا الحزبين، إلى ما يؤشر ذلك وماذا يمكن أن تكون تداعياته؟ يعني منذ انتخابات 2020 هناك تيار عنيف يتزايد داخل الولايات المتحدة، سواء من الحزبين الديمقراطي أو الحزب الجمهوري. هناك تيارات يمينية متشددة داخل الحزب الجمهوري وتيارات يسارية أخرى داخل الحزب الديمقراطي، وبالتالي هذه الوتيرة المتصاعدة من العنف تخيف الجانبين. وحذر منها بالفعل الرئيس بايدن قبل عدة أيام حينما أشار إلى ما تعرض له زوج السيدة نانسي بيلوسي في منزله في كاليفورنيا من اعتداء على شخص كان يريد يعني اقتحام المنزل، وأصاب زوج بيلوسي ببعض الإصابات، وكان يرغب في يعني الاعتداء على نانسي بيلوسي نفسها. ورأينا ما حدث في 6 يناير في أعقاب نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة، وبالتالي هذه الوتيرة متزايدة ويمكن أن تتزايد إذا ما خرجت الانتخابات بنتائج قد يعتبرها بعض الناخبين أو بعض هذه التيارات غير مرضية لهم، بخسارة بعض الديمقراطيين أو بخسارة بعض المرشحين الجمهوريين. وبالتالي ما لم يكن هناك موقف في تأمين هذه المقار وفي تأمين العاملين على عمليات التصويت في صناديق الاقتراع الذين وصلتهم بالفعل تهديدات بالقتل، هذه الأمور ستكون مؤشر خطير داخل النسيج الاجتماعي الأمريكي، وسنشهد المزيد من أعمال العنف والمزيد من الاستقطاب من جانب. طيب سيدة هبة، لماذا هاتين يعني لم نشهد هذا الحجم أو هذه الأعمال لنصفها بالتخريبية خلال السنوات يعني الماضية؟ بدأت منذ قدوم ترامب وعند خسارته للانتخابات. هل بطريقة ما هو المسؤول عن تغذية هذه الظاهرة أم ليس بالضرورة؟ هناك عدة روافد لهذا التيار المتزايد في العنف. أولاً الغضب المتزايد لدى الأمريكيين من الأوضاع الاقتصادية. هذا بدأ ربما منذ تفشي وباء كورونا والعزلة التي فرضت على السكان بشكل عام، على السكان العالم وليس فقط الولايات المتحدة، لكن أيضا ارتفاع مستويات المعيشة وارتفاع مستويات التضخم، بالإضافة إلى ما روج له الرئيس بايدن من تزوير وسرقة للانتخابات وإطفاء مزيد من الاشتعال على الغضب الموجود أصلا لدى الناخب الأمريكي. كل هذا ساعد على ظهور تيارات يمينية أو برزت أكثر. هناك بالفعل تيارات يمينية. بالإضافة لذلك هي مشكلة الجريمة المتزايدة، وهي مشكلة متفاقمة منذ عدة سنوات وليست وليدة اللحظة. أضف إلى ذلك مستويات أو قدرة الأمريكيين على الحصول على السلاح، هذا متوفر في شكل كبير سواء يعني في عدد كبير من الولايات. فكل هذه العوامل ساعدت على ارتفاع معدلات الجريمة، ارتفاع معدلات العنف، ارتفاع معدلات الغضب لدى الناخبين، والرغبة في التغيير أو التخريب بشكل مباشر. لم نكن نشهد في الانتخابات الأمريكية مظاهر تخريبية، بل بالعكس لم يكن هناك أي ادعاءات بالتزوير او بعرقلة. طيب سيدة هبة، هل كل هذه العوامل تهدد العملية الديمقراطية في الولايات المتحدة، ام تعتقدي بان المسؤولين هناك واعون لهذه الخطورة، واعون لكل هذه العوامل المهددة، وبالتالي يتداركونها ويأخذون الإجراءات اللازمة للحؤول دون ذلك؟
يعني المشكلة متفاقمة بشكل كبير. من جانب هناك محاولة لرفع الوعي بهذا الأمر بهذه المحاولات التخريبية ومحاولة وقفها من جهات إنفاذ القانون، لكن تقابل في إذا تدخلت القوات الشرطية تقابل بمزيد من العنف من هذه التيارات العنيفة. المسألة البعض ذهب إلى سيناريوهات متشائمة للغاية تهدد بحرب أهلية أو تزايد مستوى التشاحن والعنف بين الجانبين، خاصة مع النتائج التي قد تأخذ وقتا في بعض الولايات. نتائج الانتخابات، هذه الانتخابات النصفية، قد تأخذ وقتا يستمر لأيام أو لأسابيع، وبالتالي هناك مساحة قد تكون يعني فرصة لبث الأكاذيب وبث الإدعاءات بالتزوير وسرقة أصوات الناخبين، وبالتالي تحرك هذه الأطراف اليمينية. هناك أيضا تحذيرات من بعض المرشحين الجمهوريين بشكل خاص من قيامهم بالترويج لما يروج له الرئيس ترامب من تزوير الانتخابات، وبالتالي إذا خسر مرشح ما الانتخابات في مقاطعة ما في أي ولاية يمكن أن يخرج ويدعي أنه تمت سرقة الانتخابات وأن هناك أخطاء سواء في التصويت بالبريد أو أخطاء في شكرا جزيلا لك، وضحت الصورة. شكرا لك هبة القدسي، مديرة مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. وبهذا نأتي إلى ختام ساعتي التاسعة عشرة، أشكر طيب متابعتكم وإلى اللقاء. We'll be right back.